والله يا صاحبي انا اصلا ما اعرفش يعني انا اودي وشي منك فين والله. يعني انا قعدت اقول لك ان احنا هنكمل وهنعمل سلاسل ومش عارف ايه، شهرين ما بنعملش فيديوهات. كريم في ذمة الله خلاص كده. هو انا والله مش عارف، يعني دخلت رمضان طبعا الدنيا حر بقى، ورمضان انتوا عارفين اليوم بيبقى متلعبك كده، فما عرفتش اعمل اي حاجه فيه، وخدت العيد كمان معاه، وبعد العيد بقى قلت هكمل صباح الفل بقى ايه من اللاوير كده بقى، شركه شحن بتعمل معايا مشاكل. فصاحبي انا مش عارف والله، فانا مش هقول لكم ان انا هكمل في سلاسل، ونسيبها كده على الله، وان شاء الله احنا هنكمل يعني ان شاء الله، عشان لما باجي بقول هنكمل ما بنكملش، فسيبها على الله يا صاحبي. في الفيديو بتاع النهارده احنا هنعمل سلسله جديده، بما اننا اصلا بنعمل سلاسل ما نكملهاش، بس ان شاء الله انا هنكمل في دي، وهي ازاي تجري وراه. فكره بقى لو انت مرتبط، فكره لو انت خاطب، فكره لو انت في اي فتحه اي حاجه، وهي يعني عموما يعني اللي هي ازاي تجري وراه. فسلسله دي هنتكلم في كل حلقه عن بوينت معينه او نقطه معينه تركز عليها علشان في الاخر تخليها تجري وراك. فيلا بينا. جامد جدا، حتى لو انت اتحرق لك من اي واحده، او فكره اتنفض لك من اي واحده، او فكره انت قلت لواحده مثلا انت معجب بيها وقالت لك لا، او مثلا رحت خطبت حد ورفضك، فده ما يقللش من ثقتك بنفسك، علشان انت جامد جدا وانا جامد جدا وكل الناس حرفيا جامده جدا. هي بتبقى فكره بس ان انت في بوينت معينه او في نقط معينه عندك انت مش مركز عليها، وهي دي اللي بتعمل الفرق. فاحنا في السلسله دي هنتكلم ان انت تركز على النقط دي علشان تبقى 12 من 10. لا 12 من 10 ايه يا صاحبي، انت لو اتفرجت على السلسله دي وعملت سبسكرايب تبقى يا صاحبي 200 من 10 بقى يا صاحبي، انت تبع كريم اسماعيل يعني. فقبل اي حاجه وقبل ما نتكلم في اي حاجه، انت جامد جدا وهتفضل جامد جدا. حتى كده ساسبنس كده تعمل لك كده جو في الفيديو. اول حاجه بقى، ودي انا يعني قصدت ان انا ابدا بيها في السلسله دي، ودي انا كنت متكلم عليها قبل كده، وهي عنايتك الشخصيه. الموضوع ده بيفرق جدا يا جدعان، جدا جدا حرفيا مع الولاد يا صاحبي. انت لو مع صاحبك اصلا المفروض هيقرف منك ويبعد عنك ويكرف لك لو انت مش مهتم بعنايتك الشخصيه اصلا قبل البنات يا صاحبي. انا مش عارف والله احنا في 2021 وليه بنتكلم في المواضيع دي اصلا. طيب يعني ايه عنايتك الشخصيه؟ يعني باختصار ريحه بقك لازم تكون بتغسل سنانك كل يوم على الاقل مرتين، مره الصبح ومره بالليل. هتقول لي مش فاضي وعندي شغل والكلام ده، قبل ما تنزل الشغل اغسل سنانك مش هتكمل 3 4 دقايق، وبالليل قبل ما تنام اغسل سنانك برده مش هتكمل برده 3 4 دقايق، ويستحسن انت تجيب فرشه الكتريك اللي هي المفروض بتلف 500 لفه في الدقيقه، وما تقنعنيش ان انت هتجيب لي واحده عاديه وهتلف 500 لفه بالدقيقه بايدك. يعني انت مش روبوت يا صاحبي، فصباح الفل بقى. ده مش معناه ان انت لو معكش فرشه عاديه يعني لا لازم تجيب الكتريك، ولو ما جبتش الكتريك خلاص انت كده تبع مش تبع المجتمع اصلا بتاعنا. لا يا صاحبي، يعني انت حاول جاي تتجاوب كده مع الوضع، معاك فرشه عاديه قشطه، معاك الكتريك يبقى مستحسن، بس لازم تغسل سنانك كل يوم مرتين على الاقل خالص خالص، مره الصبح ومره بالليل. تاني حاجه اللي هي مفروض ريحه الجسم يا صاحبي. والله يعني مش عارف، مكسوف والله انا بقول لك كده يا صاحبي، مش عارف انا ليه بقول لك كده اصلا. لازم تاخد شاور يا صاحبي كل يوم على الاقل مره واحده. فاجئتك صح. في ناس بقى يا صاحبي بتفضل بقى تاخد شاور بالاسبوع بقى، يعني تاخد شاور مثلا كل يوم جمعه. ده يا صاحبي انت مش البنات بس هتكريف لك، عيلتك ذات نفسها هتتبرى منك اصلا. فانا مش عارف انت ليه بتعمل كده في الحياه، وانت كده بتبقى مريض يا صاحبي. مين اصلا يا صاحبي بياخد اصلا شاور كل اسبوع مره؟ بص يا صاحبي اصحاب، فانت لازم تاخد شاور كل يوم على الاقل خالص، انا مش هقول لك ولا مرتين والكلام ده، كل يوم على الاقل خالص، علشان تعود نفسك انك تكون نضيف كل يوم. اليوم اللي مش هتاخد فيه شاور تحس فيه ان انت فيه حاجه غلط ناقصاك. لو انت عايز تعرف ازاي بعمل ايس كوفي الجامد في الشيخة ده، ادخل اعمل فولو على انستجرام هنا، وهنعمل ريلز كتير جدا جدا الفترة الجاية، وهقول لك ازاي تعمل الايس كوفي ده. تالت حاجة وهي شعرك، لازم تكون مهتم بشعرك. يعني تخيل كده انت منظف سنانك وبتغسل سنانك وبتستحمى كل يوم، ولكن شعرك مش لايق مع جسمك، او شعرك مش لايق مع شكلك، او مش بتسرحها، او مليان قشرة والكلام ده. وطبعا انا هعمل طبعا فيديو مفصل جدا جدا عن القشرة ازاي تتخلص منها والكلام ده، هيبقى الفيديو الجاي ان شاء الله. فتأكد ان انت عامل سبسكرايب للقناة عشان تشوف الفيديو الجاي بتاع القشرة. وانا كنت متكلم برده قبل كده برده في فيديو عن ازاي تحلق لنفسك، وازاي تختار الحلقة بتاعتك، وازاي انا حلقت اصلا وانا كان شعري كبير جدا جدا، وازاي كنت كده لكده اخترت الحلقه المناسبه ازاي والكلام ده. فهتلاقي كل ده برده في الفيديو اللي هتلاقيه في الاي اللي هنا. لا بقول لك انا فاكر برده كل حاجه. فلازم تكون مهتم بشعرك، اذا كنت بقى بتغسله او بتعمل له حمام كريم او بتغسله عشان الشامبو او بتحلق اصلا عموما، فلازم تكون مهتم بمظهرك او شعرك، عشان ده يعتبر 90% من وشك كله. رابع حاجه بقى يا صاحبي وهي البرفيوم، لازم تكون مميز في البرفيوم بتاعك. يعني بالنسبه لي انا مفروض عندي كذا برفيوم بستخدمهم في الاوقات اللي بحتاجهم فيها. يعني لو برفيوم مثلا بيبقى جامد جدا يبقى ده لليوم اللي انا هنزل فيه وهتعب فيه مثلا وهرجع فيه اخر النهار. لو برفيوم خفيف كده بنزل فيه بالليل كده كسهره، فانا عندي
مجموعة بيرفيوم كده بستخدمهم على الوقت بتاعي اللي انا هنزل فيه. وبرضو هعمل برضو فيديو تاني برضو ان شاء الله هتكلم فيه عن الاماكن اللي تحط فيها بيرفيوم وازاي تختار البيرفيوم الصح بتاعك. خامس حاجة وهي لبسك، لازم تكون لو طبعا انت بتلبس طبعا قمصان لازم تكون كويها قبل ما تنزل، لو بتلبس تيشيرتات لازم تكون جايب حاجة على قد مقاس جسمك، ما تجيبش حاجة ضيقة جدا ولا حاجة واسعة جدا. في استايلات بتبقى واسع فيها بتبقى حلو جدا، بس انا بتكلم كاللبس يبقى متناسق مع شكلك وشعرك وجسمك والبيرفيوم وكل حاجة تمام يعني. سادس حاجة وهذه لا تقل أهمية عن ريحة جسمك وهو جزمتك، لازم تكون يا صاحبي ملمع الجزمة بتاعتك. انا ببقى شايف والله يا صاحبي ناس ماشية في الشارع شعرها فشيخ يا صاحبي ولبسها فشيخ وريحة جسمها والبرفيوم وكل حاجة تمام، بس جزمته بقى هي اصلا بيضة بس مترابة بقى يا صاحبي او مثلا وسخة، خلاص صاحبي بيقفل لي السنة اصلا مش بيقفل اليوم. حاجة مهمة جدا جدا جدا، وكمان اصلا البنات بتبص على اول حاجة هي جزمتك اذا كانت نظيفة اذا كانت كويسة او لا، فانت لازم تكون عندك جزمة بتنظفها كل يوم قبل ما تنزل وكل يوم بعد ما تنزل، علشان يعني يبقى على طول نظيفة كده وما تصفرش معاك، او لو انت مثلا معاك جزمه بيضه ما تخليهاش صفره والكلام ده. فانت بعد ما تيجي من الخروجه لازم تنضف كده جزمتك، وقبل ما تنزل لازم تنضفها كده بمنديل كده بميه وبصحه وخلاص وخلصت الموضوع يا صاحبي. الموضوع يعني تافه جدا جدا بس مهم جدا جدا مع البنات. سابع حاجه بقى وهي هل سنانك بيضه ولا لا. فانا بتكلم هنا عن الناس اللي هي بتشرب سجاير او بتشرب فيب والكلام ده، وطبعا الحاجات دي كلها بتخلي سنانك صفره. فلو انت بتشرب سجاير انا مش عارف اصلا انت بتشربها ليه او ايه المغزى منها، هو انت هتدمر صحتك وتدمر سنانك ومفيش بنت هتجري وراك بقى يا صاحبي، ده موضوع الفيديو اصلا فبراحتك. بس يا صاحبي اخر حاجه بقى وهي وشك والحبوب اللي في وشك والكلام ده، وانا عملت فيديو مفصل جدا جدا عن وشك وعن مش عارف انا ليه فوق قوي جدا انا ليه مش عارف، عملت فيديو مفصل جدا جدا عن وشك والعنايه الشخصيه والروتين اليومي للوشك والكلام ده، برضو هسيب لك برضو كله في الاي اللي هتتفرج عليها، وبرضو هعمل برضو جزء تاني عن الابديتس حصلت لي يعني من الموضوع ده. وبس كده دول يعتبر 8 حاجات لو انت مشيت عليهم يبقى انت كده لميت موضوع العناية الشخصية كلها وهتخلي البنت تجري وراك او على الاقل محدش هيكرف لك بعد كده. فلو انت استفدت من الفيديو تستاهل تعمل لايك وشير وسبسكرايب، واعمل سبسكرايب للحاجات اللي هتصل لي دي عشان يجيلك اي ابديت في حياتي، وان شاء الله هنرجع اقوى من الاول. وكالعادة دوس يا كوتش، السلام عليكم.